شباب كليه الهندسه جامعه المنصوره اللي عايزين نوجه لهم التحيه، لان هم عملوا جهاز مميز جدا عشان يكون الاول عربيا اللي بيحول حركات اهالينا او بيساعد اهالينا في ان هم يؤدوا اي حركه يعملوها من ذوي الهمم او عندهم مشكله في السمع او الكلام لاصوات بيتم ترجمتها من خلال ابلكيشن على الموبايل لكلام مكتوب، يقدروا ان هم يشوفوه ويتواصلوا مع الاشخاص الاخرين بكل سهوله ويسر. والجهاز اسمه انا اسمع انا اتكلم، والحقيقه دي حاجه مميزه جدا من اولادنا اللي فكروا بالشكل المميز ده. طيب دلوقتي معانا على الهاتف دكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره. طب خلينا نروح نشوف التقرير الاول بعدين نرجع ناخد التليفون. ايوه. صباح الورد، صباح الامل، صباح التفاؤل. زي ما عودناكم دايما في صباح الورد بنلقي الضوء على النماذج المصريه المشرفه. النهارده معانا في فقرتنا مجموعه من الشباب المبدع خريجي كليه الهندسه جامعه المنصوره هذا العام. فكروا يساعدوا اهالينا من الصم والبكم وقدروا يبتكروا قفازا بيترجم لغه الاشاره الى كلمات مسموعه. ومش كده وبس، كمان مزوده بتطبيق موبايل لتحويل الكلام الى نص مقروء. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. المشروع بتاعنا مكون من 10 افراد. احنا لما جينا نفكر في مشروع التخرج بتاعنا فكرنا في انه احنا نحل مشكله لفئه معينه من المجتمع، ففكرنا في ذوي الاحتياجات الخاصه. حبينا نركز اكتر على الصم والبكم علشان دايما عندهم مشكله في التواصل، هم مش بيعرفوا يقولوا هم ايه مشكلتهم وعاوزين ايه واحنا مش بنعرف نفهمهم احنا كمان. فكرنا نعمل لهم بروجكت يساعدهم. البروجكت ده عباره عن حاجتين. اول حاجه هي الجلوف دي. الجلوف ده بيحول لغه الاشاره اللي هي حركات الصوابع لصوت، والصوت ده بيطلع من السبيكر. فبالتالي الشخص لما يغوص يعبر عن حاجه بيعمل اشاره خاصه بيها والسبيكر بيطلع صوت، فهو كده يقدر يعبر عن اللي هو عايزه بسهوله. وفي المقابل لما الشخص الطبيعي يتكلم معاه عملنا موبايل ابلكيشن بيكون بتحويل الفويس تو تكست، فبالتالي لما الشخص العادي يتكلم مع الشخص المصاب بالصم والبوك الكلام بيتحول لتكست، يقدر الشخص المصاب بالصم والبوك يفهمه، فبالتالي هو كده قدر يعبر عن اللي هو عايزه وفي نفس الوقت ايه ده يفهم الشخص اللي قدامه بيقول له ايه. فكره المشروع بتاعتنا تلقت ترحاب كبير من الجامعه ومن الدكاتره وساعدونا جدا وكانوا مرحبين بالفكره. بس عشان البرودكت ده يتنفذ على ارض الواقع ويقدر يوصل لكل شخص محتاجه وعشان نقدر نطور منه لازم محتاجين مساعده من المجتمع ودعم المجتمع لينا عشان نقدر يتنفذ ويوصل لكل شخص محتاجه.